جيت هذا المدينة القديمة بحد تم غيشوف اللي هو ديال رقية مرات حمدان اللي كان شاركها مع الفنان الجميل طارق البخاري. طارق اللي كثر من كفنان فهو أخو صديق اللي كان كيعجبني كل مرة أنني نشارك معاه ولأنني نوقف قدامه لأنه تبارك الله هرم وممثل رائع جدا فكنستفد منه أكيد. لا هو لا معية الأستاذ المخرج الجميل عمر غفرة اللي كانت أول مرة كنشتغل معاه وكنتمنى أنها ما تكونش آخر مرة. ففيلم الكنز غادي يحقق إن شاء الله واحد النجاح كبير 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 بزاف بما أنه طلع لكم إن شاء الله من مور كورونا هذا فعل الخير لنا والممثلين كاملين. فمرحبا بكم في الكنز ونخلي لكم الاحداث كلها هي تشوفوها في لا بروجيكسيون. 300 درهم اللي تفاهمنا عليها. ها 300 درهم. ها خويا 300 درهم سي دابا الجزء اللي جاي. ما عندكش عندك اورو؟ الاورو. لا. الدولار عندك؟ لا. شي معاملة ورقة. كنشكر كل الطاقم الفني والتقني والجمهور اللي حاضر معنا وشكرا لكم. أول حاجة مرحبا بكم في العرض ما قبل الأول فيلم الكنز. مشاركة هي مع طاقم يعني ومجموعة من الفنانين اللي أنا كان بغيهم وكنعزهم اللي يعني كنا يعني مباشرة بعد ظروف كورونا أو باقي شوية كورونا وكان بعد واحد البركة بركناها كاملين وكنتمنوا الله يرفعنا هذا الوباء. فقراصة أستاذ يعني المخرج الجميل اللي استدعانا اعطانا السيناريو قريناه. الفكره كانت جميله ديال السيناريو اللي فيها واحد ميساج انساني اللي خاصو يعرفوا يعني هاد الاجيال اللي كاينه وحتى الاجيال اللي حنا عاصرينها والاجيال اللي جايه. في الانسانيه ديال البشر خاصنا نعرفوا شنو معنى التسامح. انا معنى ان حاجات بسيطه ممكن نكون عندنا فرحه مزيانه نكونوا مفاهمين بعضياتنا يزيدوا القدام. القصة ديال الفيلم غادي تشوفوها دابا ما نحرقهاش عليكم. ما هي كتلخص ان الكنز الحقيقي هو القيم الانسانيه وهو التسامح الانساني. ما كانش مشاكل هي غير ماشي عراقيل ماشي مشاكل ما هي كتقول لان كان ملزوم علينا الحظر كما كان ملزوم على العالم كامل في بلادنا خاصه تعقيم في الكوستيم خصو يتعقم قبل ما تلبسوه ومن بعد ما تلبسوه كندوي على الكوستيم الماتيريال يعني بحال لي ميكرو اشاف اللي كتستعملوهم كيخصهم يتعقموا قبل ومن بعد يعني حتى في الاكل كيخصو التباعد الا في التمثيل اللي ما يقدرش نديروا الكمامات وكل شيء دونك ما نقدرش نمثلوا بالكمامات ونديروا فوق منهم الميكاب كوميم حتى في لي بانسون الميكاب كانوا كيتعقموا يعني كيكون حد شويه كنضيعوا شويه الوقت ما يسهلش يعني المهم هو ان النتيجه تكون مزيانه. صبرنا ودازت الظروف على في احسن ما يرام.